لحظه يا جماعه بعد اذنك، في معلومه مهمه جدا، ركز. اللي حصلت المشكله اللي حصلت مع الاستاذ محمد انه بيظهر لي مجموعه اربع دول بس اللي هي يونايتد ستيتس. كمل. بعد ما هنخلص هنطلع ندخل على الهيلب والسبورت، لان دي المشكله في الايميل بتاعك اللي حضرتك انشاته الاساس. الايميل اللي حضرتك عملته من البدايه او اللي دخلت بيه، الله ينور عليك، انت عامل المشكله دي ان هي الدوله. بعد ما تخلص تكمله البروفايل كامل تماما، في عندك ايقونه فوق اللي هي موجوده هنا اسمها هيلب والسبورت، بتترسل معاهم بعد التاتش بتاعك على الباب. تمام؟ كمل. او اذا حابب تتجاوز النقطه دي خالص، ادخل بايميل اخر، ابدا من جديد، امسح الهيستوري، ادخل موقع من جديد، ادخل بايميل اخر. لا كمل بقى وخلاص. براحتك، ده شيء الكعب. اللي هتظهر معاها المشكله اللي هي في الدوله هنا، هيظهر معك اربع دول اللي هي او اربع ولايات خاصه في الولايات المتحده الامريكيه حسب الايميل اللي هو انشاؤه. مفيش مشكله، كمل. في النهايه راح اتواصل معهم انا باللينكات بتاعت حضرتك اللي ظهرت فوق، وراح ارسلهم هيعدل لك الدوله في الايميل الشخصي بتاعك اللي انت من الاساس فيه خطا. ستيت وسيتي. تمام. ستيت اللي هي الدوله، وسيتي المدينه. عايز تكتب كل دوحه، مفيش اي مشكله. طيب ما هي عندك كنتري، كنتري قطر، بعد كده دوحه دوحه. تمام؟ اهو شايف حضرتك انا حاطط دوحه، ونكتب مثلا خور. ماشي. تمام؟ او اي مكان اخر، ما فيش اي مشكله خالص، دي معلومات شخصيه. طيب بالنسبه للغه، نكمل المرحله الثانيه بعد اذنك عشان الوقت بياخد وقت شويه. النيتف لانجوج اللي هي اللغه العربيه الام. تمام؟ السبجكت اللي انا ممكن عايز استفيد منها، سواء الماده الفعليه اللي انا بدرسها او الاضافيه اللي انا عايز اتواصل مع ناس اخرين في نفس المجال. في ناس بتتعامل مع اكثر من واحد، ما عنديش اي مشكله. انا عندي اختيار كتير جدا حسب اهتماماتي انا. حسب اهتماماتي بختار العلامات او المواد او المواد العلميه او المصادر التعليميه اللي انا مهتم بيها. زي ما تعمل ايه بالضبط؟ بالضبط. ان حضرتك يعني هنا مختار مثلا حاجه في الديجيتال ليترسي، الكمبيوتر، كل شيء حضرتك مهتم بيه او ممكن عايز تستفيد منه خبره او تتواصل مع اشخاص بنفس المجال ده او هم يتواصلوا معاك فيه، اضغط عليه كليك. مفيش ممكن تضغط عليهم كلهم، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ وعلى الاساس اللي حضرتك بتضغط هنا في الاختيارات دي، بتظهر لك الكورسات التعليميه المناسبه للبرامج. لو اخترت عدد محدود راح يظهر لك كورسات محدوده، لو اخترت عدد اكتر راح يظهر لك محتويات تعليميه في المجال اللي انت حددته. فين اللغات هنا؟ تمام. اللغات هنا طيب لحظه شوي، في لغات؟ لحظه، ما تستعجل. ندخل على الفئه العمريه. Yeah.